مساء الخير. سو طالع خسارة ضد المتصدر الانتر هنا في بولونيا، كيف رأيت المباراة؟ قدمنا مباراة جيدة، ذكرت بشكل جيد بأننا لعبنا ضد المتصدر، شاهدنا ذلك اليوم. لم يحتاجوا للكثير لكي يفوزوا بالمباراة، وهكذا هو الأمر، نعي ذلك بشكل جيد بأن تكون المباراة بهذا الحال. كان علينا أن نكون أكثر براعة في كل مجريات اللعب لكي لا نسمح لهم أي فرصة، لأننا بالفعل عندما يكون لدي مسبقية من الصعب جدا أن تتعامل مع الإنتر، ولكن هذا الفضل يعود لهم، وتهنينا للإنتر. بولونيا لعب مباراتين هذه السنة ضد الإنتر في ميلانو، تعادل، وكان هناك فوز في كأس إيطاليا. ما هو الفارق ما بين مباراة اليوم ومباراتين الآخرتين؟ لا أدري، كل مباراة لديها حكاية خاصة. اليوم نلعب على أرضنا، حاولنا أن نقدم أداء ونفوز منذ أول دقيقة، ولكن استقبلنا هدف وحاولنا أن نستمر ونعود، ولكن من الصعب جدا أن تقوم بذلك ضد فريق مثل الإنتر الذي يدافع بشكل جيد ويغلق المساحات، وأيضا يعرف كيف يدافع على منطقة الصندوق. حاولنا أيضا أن نلعب من الخارج، لم يكن الأمر سهلا. تهانية للإنتر، وأيضا أود أن أشكر اللاعبين لأنهم أدوا أداء جيد ضد المتصدر في الدوري، ولعبنا وجه لوجه، ولكن ليس هناك أي مشكلة لنستمر بهذا الحال. الإنتر أقوى قوي، وربما الكثير يقوم بمقارنات ما بين الإنتر التي كنت تلعب به عندما حققت الثلاثية. ما هو الفرق ما بين الإنتر الحالي والإنتر الذي فاز بالثلاثية؟ أعتقد بأنها أوقات مختلفة، واليوم أعتقد بأن الإنتر فريق قوي مع مدرب يقدم عمل كبير، وهم الآن متصدرين في الدوري ويلعبون بشكل جيد، والعام الماضي أيضا كان يلعب بشكل جيد ووصل لدور الأبطال النهائي. الفريق بحالة جيدة ويمر بفترة إيجابية، وأود أن أهنئهم وأن أودي أيضا أن يستمروا على هذا الحال. المباراة القادمة ضد إمبولي، كيف ترى المباراة؟ المباراة القادمة ضد إمبولي، كيف ترى المباراة؟ كما هو المعتاد نلعب ونلعب مباراة، والآن علينا أن نقوم بالاستشفاء ونسترجع الطاقة ونحضر بشكل جيد، وندرك بأننا كانت لدينا الصعوبات في العام الماضي في مثل في ذلك الملعب. الفريق يلعب بشكل جيد ويحاول أن يهرب من الهبوط، ونعرف ما يمر به هذه الفريق في هذه اللحظة. بكل تأكيد سيقدم أداء أكثر، ولكننا أيضا نلعب على مبادئنا ونقدم أقصى أداء بالنسبة لنا وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. شكرا جزيلا.